مرحبا شلونكم؟ إن شاء الله يا ربي تكونون بألف خير. جولتنا اليوم رح أخذكم المحل التركي محل الحلال، وخلونا نتسوق سوا. قبلها لا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس حتى توصلكم الفيديوهات أول ما نزلها. ناتجون على كل الألبان، عن هذا اللبن هذا كلش طيب، يكون يسموه دوغ، حاخذ من عنده. اكو بالنعناع واكو العادي، راح اخذ من عنده. هو اللبن كلش طيب. هاي هنا نسوالف الكريمة والحليب، انواع التمور، طرشانة، طبعا اكو هاي يسموها العلوشة، هم هنا موجودة لو واحد يريد يطبخ طرشانة. كلها كل السوالف هنا متوفرة. هاي بعد هنا التمور، هنا هاي تمور، هم هنا اشكال ما شاء الله. هنا هاي السوالف اللي مثلا دبس رمان، ليمون، كل شيء اكو. شوفوا مرات تسألوني غالي لو رخيص، من كل شيء اكو انواع. يعني اكو هنا باون ونص، اكو هنا الفوق باونين ونص، يعني كل شيء اكو، هواية شغلات. شو الزيتون اشكال، هنا الوان مال الزيتون، الاسود اللي بينوع، الما بينوع، الزيتون المحشى، يجيبون كميات هائلة وتشوفوها كلها لانه محطوطة بمحل واحد، فتحسون كلش هواية اكو شغلات. هاي الزيوت، عمينا زيت الزيتون، زيت السمسم. هنا أنا هاي السوالف اللي هي مال مثلا حليب مجفف، مال الحلويات، مال الكيك، الجلي، لان احنا هنا الجلي مو حلال، فنضطر ناخذه من الشغلات العربية. هاي السوالف الكريم شانتيه، كيك المخلوطة جاهزة. هاي هنا عندكم مثلا الفانيلا، ملون مال الطعام، يعني هنا لاتها من الملونات يخلون بيها جيلاتين، قمر الدين تركي. هنا اكثر الشغلات اني احبها من الباكستاني، لانه قريبين علينا، يعني قريبين على مالتنا السوالف اللي احنا نسويها، البهارات، الاذواق. هاي هنا شوفوا هذا السكشن، هذا كله عبارة عن بهارات وشغلات يابسة. وهاي هنا عبارة عن الصوصات، مثلا ورق العنب، كاتشب، مايونيز، شنو يجي واحد بباله، باذنجان، مثلا باذنجان شاوي ومطلعين مالته الداخل وحاطين معلبات. فمثلا واحد يجي يسوي بابا غنوج، راسا بس ياخذه ويسوي. هنا هاي الاجبان وال مال بوك، الشغلات اللي مو ممكن نلقاها. هاي البساكت التركية، خبز، هذا هنا السكشن مال الحبوب، كل شي تريدون، عدس، ماش، حمص، هاي السوالف كلها موجودة. طبعا فاصولية تلقون اكو بها احجام، اكو كلش صغيرة، اكو كلش كبيرة. هاي الكورن، هنا الذرة، اشكال والوان. هذه عدس، هاي يسموها البينز السوداء، ما طبختها ولا مجربتها. تمن، ما تمن، هذا تمن انجمن، اذا موجود عندكم كلش يعني حلو وكلش طيب بالاكل، حتى ما يعرف يطبخ تمن يطلع طيب. هاي هنا سوالف المربيات والعسل وهالسوالف. شوفوا هذا الباذنجان اللي قلت لكم عليه، هذا هو باذنجان مشوي، يعني شلون ما احنا نطلعه من البابا غنوج، وحليب معلبات. حتى واحد بس اني اشتري اخليه له ثوم وراشي وشويه لبن، زيت زيتون،
واحد ياكله. هاي هنا هاي السوالف، معلبات، الورق العنب، شوربات، محشة ما شاء الله محشي، معني ما ادري ايش قد اكو سوالف هنا. انا شوفوا هاي، انا هاي اخذ من عندها، هاي فاصولية بدال ما انقعها مرات بس اطبخ اللحم واطبخ ال يعني بصل، وهاي احمسها واخلي وياها الفاصولية تطلع كلش كلش طيبة. هاي شغلات المعلبات همينة كلها طيبات. شوفوا الزردة، حتى الزردة عندهم معلبات، كل شيء هنا موجود معلبات، طبعا مو كلهم طيبات. هاي هنا الشغلات اللحوم، عند هنا هاي لحوم الحلال، هنا هاي سانيتايزر، شغلات هاي المنظفات، هنا الصوابين، هنا هاي الشغلات اللي تركية، يعني القلاصات مالتهم، الاستكاين، شوفوا هاي اللي يحطون بها، هاي يمكن اللبن، شوفوا هاي الماعين اللي بها مال عيون، هاي استكانات كلش حلوة، وبها هاي مال العين، وهاي الاستكانات هي سادة بس هاي كلش كبار، يعني هي هاي مالاتهم مال الأتراك، هاي تكون بها مذهبة، هاي المذهبة، وهاي اللي تكون سادة، وهاي بها يده، يعني يحاولون كل شيء يجيبون. هنا هاي الماعين، يعني حتى لو واحد انكسر عنده سيت ما يروح عنده سيت يخرب. هنا هاي العجاين مال البورق، ما بورق، هاي هنا هاي السوالف كلها هنا يحطوها، وهاي هنا سوالف الحلال. هنا هاي شوفوا هاي الشغلات، هاي الشغلات اللي يقدمون بها بالمطاعم، الدلات تجي على نحاسية، هاي مال الأراجيل، شموع، فحم، هاي السوالف كلها تجون تلقوها هنا موجودات، أشكال وألوان، شياشة مال كباب، طبعا شياشة الكباب هنا عندنا غالية للعلم، شياشة مال تكة، هذا هنا الفحم مكوم، صواني، هاي صينية مثلا، هاي مال بيعوها مال كنافة، وهاي السوالف، اكو هاي الماعين الأصغر هنا موجودة، اكو هنا هذا الزيتون فل، اللي يريد يشتري في زيتون فل، واكو هذا هنا حلقوم، هذا التركي، أجبان فريش اللي عجبه ياخذ، هناك هذا الخبز مالتهم مال الاتراك همينة موجود، حلويات التركية، وهاي السوالف كلها هنا مال الاتراك، هاي هنا الحلويات، هنا هاي البيتي فور، هاي السوالف البقلاوة. هذه كانت جولة صغيرة بالمحل التركي، المحل الحلال، حبيت أخذكم وياي، أتمنى تكونون استمتعتوا بهذه الجولة، اشتركوا بالقناة إذا بعدكم ما مشتركين، وفعلوا الجرس حتى توصلكم كل فيديوهاتي أول ما أنزلها. شكرا لكم، وأشوفكم بالفيديو الجاي، مع السلامة.